محمد نفسيته متأثرة قوي، ساعات بيقعد مع نفسه وبيسرح، ساعات بلاقيه عيط، بيقعد يقول يابا، بيقعد يغني اغاني حزينه، نفسه منى عينه يخش المدرسه كده ويبقى زي اي ولد. يقول لي انا عارف ان انت ست ومربياني ياما، بس ما حدش يتكلم بقى ويقعد يقول ياما قدامي. اقول له لا يا حبيبي محدش هيتكلم، يقول لي لا ياما انا عارف كل حاجه. بص لقيتها جت لي حامل، ما تعرفش منين، ما تعرفش حاجه خالص. لو بتنت او تعرف كنت انا رحت، قلبت الدنيا بحالها. اخدت اخته اللي هي خالته ورحت عشان اسجله، قالوا لي ما ينفعش، وجوز خالته ما ينفعش. رحت تاني الساحه برضو التانيه وخدت الاوراق بتاعت ايه جوز خالته والقسيمه وكله، قالوا لي ما ينفعش برضو، لازم الام تبقى موجوده. طب انا اجيبها منين الام؟ خدت خالته برضو الكبيره، قالت لي احنا هنمشي ان هو ابني واسجله باسمي، قالوا لي ما ينفعش. بقيت محتاسه اعمل ايه؟ خدت بعضه ومشيت، بقيت مش عارفه اعمل له شهاده فين ولا فين. انا مش طالبه من ربنا، قال لي حضرتكوا انتوا اللي تعملوها لي ويخش المدرسه، لان انا رايحه مش جايه. ده مصيره ايه في الدنيا؟ قولوا لي كده ده مصيره ايه؟ النقطة دي تناولها القانون الطفل رقم 12 لسنة 96 واللي تم تعديله مؤخرا في سنة 2008 برقم 126، أكد على أن الطفل من حقه أن يتم استخراج له شهادة ميلاد بيبقى فيها اسم الأم. من الواقع العملي أن القانون لم يفعل بالشكل اللي هو إحنا نرجوه، النتيجة بتبقى الطفل هو اللي بيبقى ضحية في الموضوع ده. كنت موديها مدرسه داخليه في حلوان بتاعت السكم والبكم، بجيب الخميس وتمشي السبت، في يوم المدرسه ولعت رحت اجيبها ما لقيتهاش، جبتها بعد 7 ايام كانت في الشارع، في طبعا رحت اجيبها بطنها لقيتها شده، بقيت اجيبها واقفل عليها، بقيت تنط لي من البلكونه من الشباك ما تعرفش اي حاجه. جت لقيتها بطنها عليت، خدوني وودوني مستشفى، ولدتها طبيعي عادي، ما حطيتش في دماغ بقى ان الشهاده هتطول وكده. قعدت ادور، رحت المستشفى وكل حته عشان ادور عليها، مفيش. خدت بعضي وجريت عشان اعمل لها الشهاده، تاني يوم ما لقيتهاش، عايزه كانت تفطس الواد وتاكله ايه البقسماط والحاجات دي. لما قال لي عايزه اخش المدرسه بقيت اسافر كل حته، اللي يقول لي فيه هنا وهنا، قالوا لي في رعايه كويسه على ناحيه السلام. فين الورق؟ قلت لهم شهاده مامته ايه والبطاقتي انا اهي وورق محمد اهو، قالوا لي طيب انت جدته؟ قلت لهم اه. تعالوا اسالوا، دخلوا طبعا هنا وسالوا الدنيا بحالها، قالوا له اه ده دي مربيه وهو عنده ايه 8 ايام. لقيته كبر، عايزه اعمل له الشهاده، بقيت اجري هنا وهنا والحمد لله. بس محمد ما يعرفش ان امه كانت متوكله وبتمشي في الشارع، هدومها بتقطعها، لو لقيت ملايه تقطعها. انا بتمنى من ربنا بس الشهاده والمدرسه عشان يبقى زي الناس، لان انا بحس ان هو مقطوع. اقول له طب بس في ايه؟ يقول لي ما فيش، وانا مش هروح المدرسه. اقول له اوديك والله بس ربنا موجود اوديك، يقول لي طب ماشي. ادي حكايه محمد وادي حكايه سته اللي معاه. نعم، نحن لدينا كم من الخطوات المعقده لاجراء اي امر، سواء هذا الامر فيه صواب او فيه خطا. احنا لدينا بيروقراطيه كبيره جدا في مثل هذه التوثيقات لميلاد طفل أو لعلاجه. لما بتلاقي الأم بتلاقي إن الموضوع هتحتك بمصالح حكومية، هيسألوها الطفلة دي جت امتى وازاي وفين والكلام ده كله، الأسئلة اللي هي المفروض القانون حماها منها. فبالتالي ان الأم هنا بتقف وما بتكملش بقية الإجراءات، وبالتالي بتفضل الطفلة او الطفل من غير شهادة ميلاد. ما
انا عايز اخد السجينه بس انا عايز الشهاده منك مش اكتر. ما حاولوش توصل محل الحل لولا هو نكر ولا هو ادانا حل يعني كتير. قضيه محمد ما فيش حاجه انا بوديها كلا ما فيش حاجه انا بوديها احنا مجتمع لدينا طبيعة لأننا جميعنا نحب أن نحاكم صاحب الخطيئة ولا نعطيه مجرد فسحة من الوقت للتوبة أو نعطيه ولو جرام من الكرامة أن يستعيد نفسه ويشفى من خطيئته ويتوب منها. الموظفين اللي بتعامل معاهم أو المصالح الحكومية بيشوفوا ان يعني بيبصوا نظره متدنيه للام دي ان هي طبعا عملت علاقه غير شرعيه. عدم تنفيذ القانون دوت هيسبب في الاخر ان احنا هنفتح باب للاتجار بالبشر عشان نتجاوز كل المشاكل وكل العقبات اللي احنا بنقابلها للاطفال دي، ان يبقى في مكان واحد للتعامل مع الاطفال نتيجه العلاقات غير الشرعيه. اتمنى من القانون العظيم انه يفتح الباب لهؤلاء الأطفال الذين تمت الجناية عليهم ولا ذنب لهم فيها، وأن نعطيهم فرصة من القانون ورعاية القانون أن يشملهم وأن يدخلهم في صف المجتمع لعل يأتي منهم في المستقبل عالما أو نابغة أو إنسان ينفع هذا البلد. لا تغلقوا أبواب الرحمة أمام الناس.